لابد ان احنا نراعي واحنا بنتكلم على الاطفال ان احنا في ثقافه الطفل عندنا بعض من الاعتبارات زي الاعتبارات التربويه، ان احنا لما نيجي ندي لاولادنا كتاب لازم الكتب دي تكون شامله لكل جميع جوانب حياته بصفه عامه. تاني حاجه الاعتبارات اللغويه، بمعنى ان يكون اللغه سهله، لغه بسيطه، ما يكونش في اخطاء لغويه في الكتابه، تكون اللغه مناسبه للمرحله العمريه اللي بيقرا فيه. يعني ما جيش لطفل صغير اقول له مصطلحات كبيره على سنه فيكون يحصل فجوه فيكره القراءه ويكره الثقافه بصفه عامه، يكره انه يجي ناحيه اي حاجه اصلا لانه حاسس انه مش فاهمها. او نيجي مثلا لطفل او شاب اللي هو يعني في مرحله المراهقه في 15 16 ونكلمه بلغه اصغر من لغته، فطبعا هيحس ان الموضوع سخف وممل ومش هيكمل. هناك ايضا اعتبارات فنيه، القالب اللي بينحط فيه ثقافة الطفل اللي احنا عايزينها، قد تكون رواية، قد تكون قصة قصيرة، قد تكون أشياء من هذا القبيل، وبناء عليه القالب نفسه بيبقى يا إما عنصر دعم وعنصر إن هو بيبقى جذاب للطفل أو إن هو بيكون ممل وسخيف بالنسبة للطفل. لازم ناخد بالنا من هذه الاعتبارات وإحنا بنتكلم على الطفل علشان لا ثقافة الطفل ده علشان ما ينفرش مننا ويستمر ويفضل إنه يقرأ وإن إحنا نخلي عنده الشغف ونبقى مبسوط وهو مستمتع وهو بيقوم بهذه العمليات.